خيمتك الرعد هذا والريح حاركه. ياو ياو انت الخيمه انت الخيمه اصحاب رايحه سكني خيمتك يوم يشتحرينها هذا راهم يعدلوا حد تروي تعدينا يا ربي لا شيء انتو يا مولانا أنا يا رجعي يا رجعي يا لله يا مولانا أنا غير فرخمر يقنع بوك تعال هوني الحيرة يقنع بوك اشتري تعال يقنع بوك يقنع بوك تعال هوني الخيمة أبدأ قالوا تدسن اشتغلي هون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلع ابوها يلا. يا ابو يا مولانا. يا خير ردك ان شاء الله. يستعمل قلبك. يا مولانا. اقلع ابوك. وين عليان. اقلع ابوك سكن هون. يا ولدي. سكن يا ابوك. اقلع ابوك. اقلع ابوك رد. انا راني مكرد. اقلع ابوك سكن. بالله يا اخي خايمتك دي. يا ولد. يا ليتك يا ليت الوين. اقلع ابوك سكن يا اخي خايمتك ان شاء الله كم مالك. اقلع ابوك سكن. ارضى قلبي. صاحي. ارخي. شهد ولا اله الا الله اقلع ابوك انت مالك مول يا دي اقلع ابوك تعال انا بتريزه لا لله يا ولال طرتي قباله هاي الخيل اتركها عنك اتركها عنك اقلع ابوك بس ذاك البوهالي ذاك البوهالي فاتني عارف هاي الغابه الهكانيه راح قومي والله خلصت يا والدي والله ما تبقى فيه يا سهلك المهالي راه عاملين قصر الخيمه اللي يبكي عليه حمارنا ذاك الازرق وهاي الله يعطيك العافيه الغالي البيتر الصحه يا غالي يا غالي يا والدي من قال لك تودي لنا يعطيك الدعوه العافيه ان شاء الله يا الله
هادو لي شاي. ياك نعرفوك تاع ما تجيب اخبار؟ نجيب اخبار انا تم ذاك النهار تسولين على انا كانت واجهه انا كنت نعطي الحيه هذا هو هنا ديالنا بعد ياك نعرفوك خليها شو حبات من ابرزهم كان طابوا شوفي كاع لكن عليهم والله هذا شي عانين لا نواقي شي الله 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 يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله لا ذنبها لسخفني ما رضيت عليك أتح حق الله يا بنيتي شافيه والله يديه لا مولانا شافيه والله يديه زاد الله حق الله يعمل مولانا يهديه لا مولانا يهديه من ضرب رورو ما رأيته برورو إلا ذا هو ما هو علمين جمد دشرة لا جمد دشرة حي ما رأيته وين هو قصر عمره الله مقلوب له رحمة الله وسهل يا برورو يا برورو يا برورو قلعبه هو ينقاس كنا من عائلين منه لا شيء لا شيء، أو اللي بعده. والله الحين ريت. والله الحين تنور ذا جايرة تطور من خير مولانا. والله والعرف على الحين شيء لا اشتغل. والله الحين شيء عاد زقيت أباني كلا. وأنا مدرب. والله إذا خير ذاك المورضي. ما تحلمي شيء. والله إذا مرحبا وسهلا يا مرحبا يا الله. يا والد شيء مرحبا وسهلا. والله والله إذا مرحبا وسهلا يا ولدي. عادري هاي الشهرين ماني قالها لك يا ولدي اش عادري ابو قرايتي ذيك وفيت وعادري لا الشهرين هذا من شبر رندفوات شور هذه المقاطعه مشون قيسون معايدين اللي يعاونونا بكريطيناتها والتضام ماني قالها لك وراني جبتو لك يا ولدي اي هو واعتقت فيها عالم مول انا اللي اعتقت فيها لا تسول اعتقت فيها نهارين تو كانك واخذ يا ولدي اعتقت فيها نهارين ماني قالها انا راسي مدقدق ما راني فاهمش الحرير اعتقت به الحريرة ماني قايلها لك فيها قرفانس وفيها الشعري وفيها اللوبيا ماني قايلها فيها اللوبية وغير لا 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 تسو لا تسوي لي امي يا ربي عمرك قطني شطبة من هذه 15 يوم بالحساب ماني قايلها لك لا مطروح حسبون الله الله ما قض لي شي بيا لا المحال هذا ولك وجهك يا وليدي ما رقك الدم لا المحال هذا ولك ما انت يا ولد هذاك الحالمية راح تعمل لي يلا بيا دوك خذ طفل شوي من دوه بسم الله يعطيك العفو ان شاء الله اهو انا ما ادري نسكر عليهم تقلع ابوك بسم الله لا زيدك شوي زيدك شوي يا والدي راهي قالتني تاغي حالها اقلع ابوك انت اقلع ابوك بسم الله ما انا خايف ما انا خايف بسم الله احنا ما انا خاصنا ندور الطب دريك خاصنا ندور الطب حالا بسم الله شو راني قلت لك هذا الكاس بلا ما تسيفوا عليا بلا ما خليت 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 لا هي ندوك للطب لا هي ندوك للطب لا هي ندوك للطب هذا قربان سو عرفت انا عنه ما له يمشيها ما هو له يمشي هذا قربان سو خلاني ماني قالها لك امي بسم الله ما له يا وليدي انبت في كرشك والله انبت في كرشي ماني قالها لك قال لي انا واحد فايت شوف قال لي انا واحد فايت شوف قال لي عنه فاته من ادم كان قربان سو ما هو طيب حتى وقال عنه طلص العلوب في كرشه ان لله يا مولانا شوف يا مولانا حمد المولانا اللي ما فاتوا حمد المولانا اللي ما فاتوا المفات تفتح نواره يا قلع ابوك اشرب العيد برا الحمد كرش كانوا ما يدك تفتح ما تزيد يا دي ما تزيد يا امي انت خليت خليت يا قلع ابوك تعالي لك ميها واشرب البارح اللي البارح اللي ذهبوا ماني قالها لك بات وتدف كرشي ما خلاني نرقى ماني قالها لك ماني يا قلع ابوك رشي يا قلع ابوك رشي بسم الله الرحمن الرحيم لبعت لي يكون فرح هنا خضت لي شي من الطلح وخضت لي شي من الشي من ذاك الاصدار اللي تعمل هي ما دارك يا والدي ماني قال هذا قبل تعطيك لا سفه من الحرمل اسمع لا سفه من الحرمل وجيو تصنع على كامل الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي الله 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 هذا شنو هذا شنو هذا يا والدي راي ابوك
مكبر راسك ماذا فيه من الشكاره موقفك تافي
الله يعمل ولا نفس شوف قد سمعنا على المرأة اللي عاد حرشة على تحت فرشة هذا العدد ترى هو ما هو صالح يا ابوي هذا ريح سكران تفل شوف يا ابوي لا تشوف هذا شو هو تلو خلي عليك الراجل شو انت تبغى تني جاي تقول لي وش قاعد انت وش مواسيلي وش تعيد انت قال عيسك هذا لا يعرف ما يعد يا مولانا ها يا مولانا ها يا مولانا خير يا مولانا يروح يا مولانا ها يروح لك يا خير يا مولانا قال علي حسك يا اخي مره ما خلونا عنكم خلونا عنكم ناري انا اثبت عني ربي واقعدوا واقعدوا انتم شوف والله انك انت مقيمة وعدا ماتي انا مارو المحال الا يعملوا في المنية وخير لا ولا 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 اهلا بك يا مجاكم انا انا قاعد الحقني الحال كيف اني جاي من الدشره اي عارف ما سمعت حد يذكر واش هي التراب واش التراب زينه تبارك الله اي اسحاب عاد 20 يوم طايحه عند رفايل الارض القبليه اي شبع الخروف لا اقول عن الخروف شبع الحمد لله حق لاباس الحمد لله حق الاليات الحمد لله الحمد لله يا احسن حد الحمد لله الحمد لله مغدر الحمد لله وسلام لاباس عليه الحمد لله الحمد لله حق الحمد لله الحمد لله قال هنا الله الله الخير حيالك لباس تبارك الله سلمك ويدوك الله الخير شفتك على الصفا ياك لباس ياك بخير قال هذا المخلوق لباس مولانا ايه لباس تبارك الله شوي معي الصفا الله يبارك الخير سلمك ويدوك الله يجيب الشفاء الله عليكم باس مرحبا وسهلا واش طارحك انت على السلامه ياك الله في الخير مرحبا معافيه الله عليكم باس مرحبا وسهلا الله يلا مرحبا وسهلا واهلا مرحبا انتم على خير مرحبا وسهلا واهلا يا وليدي الله يلا مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا الحمد لله على خير مرحبا وسهلا ومرحبا دراسه ومع والله لا بعد اللباس ايش بخير حاجه هديات لي من الايه لباس يا فادي خير ايش بخير الله يبارك الخير ايوا بعد اللبس بعد هذا الوالدين والله ذات اليوم هذه الدروس الوالد راه ضعيف والله لا عبا والله اني والله جات شو لا علي على التعريف مال والله ان شاء الله ان شاء الله والله مالك تبارك الله قاعد لا تقول لي شيء زين الله يريد عندك رقم تبارك الله الله يلعن ما شاء الله نجح بعد العام ما شاء الله نجح الحمد لله يا طيب نجح الحمد لله تبارك الله واش ترى هما قاعدين نجح تبارك الله نجح الحمد لله جبت واحد لا لو بغيت نقول واش واحد ينجح لا والناس الباديه عايدين متقدمين شوي حضره هو الاول يعني قدامي في جيت علي لا مين تبارك الله انا جيت لقدامي جيت انا من قدامي في الرالي اللي شاركنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا تحقر اخلاق يا ربي
لا لا يقول لك مسألة هناك من عائدة وليتك من ذي ما يجينا حد خاطر مالك احنا ما نعيش ما شاء الله طلب حسن ها ذيك بيصر مالك فيها خير تركني عنك انا عائدة المرأة عندي ما تعتق ايش ما هو ذي شو غزي شو ما تعتق هذا بعد الحجة اللي قوي هسو عندهم ما ذي قوي عاش تقطق انتهم الله يعمل له هاك قال له قنداي تحمل يمين يامس عشات في الخزين واش خسر قاع على حد لا ركب تواطا هاكلين قال له الولد ما يخاسر وانا عنها ما انا بحدي لا سرنا في ذوك القلابه والله حق هذا ولا حق قول لي غلط اجلهم يا حسين والله لا والله علموني حق ندور علموني دور موقع والله لا دور موقع الله يكبر ما يحصر بلي راهو ما يحصر هذاك في الوادي لا في الى هذا الواد اللي بغيتي هذا الواد اللي بغيتي لا مشي لا مشي هذا مشي انا منو عندي انا حتى انا ما راح حرق ابي لها تمك ايش عندك لا عندك يكون عندك من الرقبه مثل عمي لا من القول ذاك ذاك اللي جايبه منه ما غير عندي شويه برق 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 سعدنا ولاد يلا يا قلعك يا قلعك مكبر راسك ماذا فيه مشكلة يا حرك كبده يلا للمعنى قال له سولت اللي خليته بواه عن شي كان وجاب اخباره والبواه الى مشيناه يعرف باش يبدل داره يعرف عنا ما مشيناه لين بين الناس اخترناه مولناه ولا خولناه ويقاني ليل ونهار واللي شافه كامل يلقاه يعطينا وزنه وعباره اللي صالح ما يتخطاه والما هو صالح تقاره هذا ياسر ظاهر معناه ما هو فايدنا تكراره هذا اللي عليك انت هذا اللي عليك انت ما عدت ما بغيت تجاوبنا جاوب ترى يا جعل اسمع يا اسمع يا وات يا اسمع لي اسمع لي ما حرك عندي في قلبك يا وات يا رجاله وسولادك وسقع لي يا قلعك عندي يا مالي هذه اعتذرن يا مالي ما تريح متحفتي اسمع لي نقول لك يا وات شي هو يا قلعوف قعدي يا كون قعدي ورد رد ربحك راه حسك ما هو شيء الله يزاد عليك شينا خال يا امي يا ولد ترى امي وحلول وحلول الحلابس في كرشو يموت لك شينا قلعوا شينا قلعوا شكون قلعوا قلعوه يلا قلعوه يلا هو كان لي كمان خليه يعملها ما تعرف ان شاء الله ولا غرضه ما يتخسر اي شيء لما كنت تسمي حلو ايه هلا اعطي الشيء للسيف هذاك ايه لا مش لا مش قلت لك ايوه قلت لك عنه واحد شيء قلت لك شاف انك تحكي علي امونك تبارك والله الا امونك يعني احكي لك انا مثل ما قلت انت راه زين هذا تبارك الله لا مش جائزه في نقله ذا اللي قلتي زين الحق راك يعرف انت هذا يعني تبارك الله تبارك الله هو عندنا هو معروف كاع انتم مع مالكم عارفين هو الباديه ولا اسمع 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 هو والدكم ذا شي قالوا دارين قالوا قالوا الحيره على الصعيد درب ما تعرف الحيره درب معروف عالميا معروف عالميا سامع بي فات غنى مع هشام القروش والله وفات غنى مع سعيد عويض مارلي وفات غنى مع خالد من الناس اللي الناس المشتهره ما غنى مع والله ما خالد الناس المشتهره ما غنى سامع بي وعنده هو مالو الحق بلد بعيد في الشعر مالو عطاه كاع جائزه نوبل تخطى ذلك الكراري عطاه جائزه نوبل الكراري لا اله الا الله هو ما يحصر تبارك الله لا اله الا الله حق تبارك الله يا مولانا والله الكراطي هذا ما عندك ما عندك شوف الكراطي هذا نخبط به هاك ونخبط به هاك وهذه نبغى تشوف فيها بنت خبطها نهار على الناظر هون فوتت سيمانه تاك ساعه متاكل على ناظرها هذا اللي وشه والله زاد الوادي هذا قام لك وراح يعمل منارة كثير مالك اخبار يا ربي مالك يا اخبار يلا لك يا ودي هذا مالك يا اخبار شوف بنادم هذا الزمان عاد الراجل عنده حرفه في الكراطي انتاك سامعوا يعودوا العلاية تغلب عليهم ولاد خيمته زي ما انت حق زي العندي بعد اذا عاد انت ولدها هي تكبر الاولاد اللي يفكوها خاصه كنت قبل مني يخبطها انا بهاي الدبسه على الناظر تاك سامعوا فك سامعوا جاي فيها الدبسه كيس انا سامحتها له في الاولاد في الاخر ايوه كون اسمحي له والله ما نسمحها له يحرق لك يا كل حطيته في عليبته ايوه صح هذا هو 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 هذ
الدبزه مصبح الدبزه الله اكبر وعبت جات الدبزه يا فلان هذا لباس الله اكبر يا ودي ما خسرت لي هذا لباس